سلام، معكم هاتون. رجعت لكم فيديو جديد بردة فعل جديدة اصدقائي. اليوم رح نعمل ردة فعل على غنية مولي العربي ميت. نعم، فقبل ما نبلش بالفيديو اصدقائي حابب اشكركم على تفاعلكم على اخر فيديو نزلته. في شيء غريب صاير بالفيديو، ما هيك؟ ركزوا هون، ركزوا علي، طلعوا هون، شايفين؟ لزات الهدف الاول 1000 مشترك هون، ان شاء الله نحقق 5000 كمان لزقها جنبك. فاصدقائي اليوم رح نعمل ردة فعل على اغنية مود العربي الجديدة 102. الفيديو عبارة عن انه بده يعمل ديس تراك على رفقاته، هي مود ديس بس، ولكن بده يعمل تأديب لرفقاته، هو هيك قال عنده بالستوري، لانه بآخر فترة كلياتنا شدنا شو صار السوري، كلياتنا هيك فاتوا ببعض وعم يتخانقوا مع بعض. فمود ينزل هاي تراك تأديب لرفقاته اللي خانوه اللي خذلوه، لانه مودي كان حيال لآخر لحظة، مودي كان حيال. فراح يعمل هجوم شامل على الكل، اربع اشخاص: بيكو، سكوتروم، دكتور تي، كابوس. قبل ما بلش بالفيديو اصدقائي، اذا انتم جداد بالقناه انزلوا لتحت اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس، حطوا لنا لايك. بسم الله، خلينا نبلش بالفيديو. يلا، هاي الفيديو اصدقائي، خلينا نشغلها هيك دقيقه. يلا بسم الله، خلينا نشوف. مصوره بالبيت، انا بالحجر الصحي ما فيه يطلع لبرا انه يصور، فراح يعملها بالبيت. نشيل الاعلان هيك. اوكي، كله بده يسبق، واللي صار اناني بشر عم تركه، صوته هيبه مع ان كل شي فاني، ما في يصدق بالخداع مالي. بعرف كيف والله الفلاتر حلوه، الفلاتر حلوه. واه العالم ايه عطيه يقلب خميق، رفيق الصاحب اللي فكرته عزوه كشف لك عنه شو الشنيع. هل عمل 15 ثانية ستوري عند على الانستغرام؟ سمعنا هاي. مشكلتي اني فكرت العالم على وحدة مثل ما وعدت، حلو، لكن للاسف. واو واو على المونتاج، هذا الشيء جديد عند مودي، هذا الشيء جديد عند مودي. بعقلي قلت تشيرون عن عشك بعاد، اللي اسمك فيها ما بتقبل الاسم على صنف الاولاد. غلطة الشاطر بألف وانا بعترف غلطتي، البشر ما بتنعطى وش بالغلط، اعطيته كترتي، ما عطيت الندم لقط، رسمته بايدي يمحي. حلو 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 المونتاج، المونتاج حلو، هذا الشيء جديد على المود. مع ان كل شي فاني، ما في لسان يصدق، حلو خداع مالي، بعرف كيف احرق كل مين حس انه اذاني. واللي صار اناني بشر عم تركض، مع ان كل شي فاني، ما في لسان يصدق بالخداع مالي، بعرف كيف احرق كل مين حس. ستايله حلو، هلا ستايل جديد عنده. معدن قليل عم يبدو يختفوا، اللي متوهم اني والله غلطت بحقه يتوهم باني استسمحت. برو انا تمسحت مهما حكيت مع الزئب، لا يعني بيع ويلي خلا سعيده، بتمنى بانه ما نرجع نلتقى. مع الزئب شايف لا تنزلوا تحدي، سامع الحكي عم فهمك الك، مانك براسي فقوعي يا ولد، تكبر براسك وتقول معبرك. رفيق ضاع قلب عدوك، مين اللي باع تسال جواك طعم. حلو، عكر بجوك كبرت اسمه تكبروا عادات، صنف خسيس عدي لتدوس منهم ابليس. والله حلو والله حلو، مع انه عامل بالبيت، مع انه عامل هالتصوير كلها بالبيت توب. اتحدوا ذكائي، حلو الفلاتر، حكوا لي بظهر التابوت، ميت ميت انا ماني ميت، حكيت انت بس يوتيوب حاسب دايركت مودي صوتك ما بيموت. اعطيها ايه واللي صار اناني بشر عم تركض، الو الو بالخداع مالي، الو بعرف كيف احرق كل من حس انه اذاني. انا بدي اكون حيادي، اوكي انا بدي اعطي رايي حيادي، بشر عم تركض، بدنا نستمتع بالبيف. ما في لسان يصدق بالخداع، خلص بعرف كيف. لا لا يا مودي لا، حلو الفلتر، حلو 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 حلو. والله حلو، شي بيرفكت. هلا خلينا نعطي راينا بالفيديو، اوكي؟ راح اكون حيادي، انا راح اكون حيادي، لانه بالبيف كلياتهم ناس اكابر محترمين. مود عنده مقوله انه الدنيا علمتني انه تحتاج تعامل معهم بقلة أدب لكن بأدب، وهذا الشيء ثبته أثبتنا بهالتراك. يعني شغله كتير كان حلو، يعني شيء بسيط لذيذ هيك مريح للعين، بس شيء خرافي كمان بنفس الوقت، عرفتوا كيف؟ هالتراك كلياته مصورة بالبيت،
الحجر الصحي بالألمانيا، ما قدر يطلع لبرا يصور، كلياته بالبيت، طريقة لبسه، طريقة نظاراته اللي لابسهم، طريقة قصة شعره، كلياته جديد بالكليب. طبعا هذا الشيء مو غريب على مودي، لأنه مودي بكل كليب أو بكل غنية بيخلق لنا شخصية جديدة، بيعيش الشخصية، عرفتوا كيف؟ يعني بكل كليب له جو كتير حلو، طريقة لبسه، كلمات ضاف، ما ذكر أسامي لكن أدب. حلو إنه أكثر ما هي ديس تراك هي عبارة إنه أدب، شيء حلو إنه هو ماله موجه إنه هي ديس تراك، عرفتوا كيف؟ يعني هو عم بيعلمهم، عم بينبههم، عرفتوا كيف؟ يعني هالشيء بمودي حلو، ما ذكر أسامي لكن ورجاهم الادب كيف. هذا الزئب، هذا الشخص اللي عنده تاريخ كثير حلو مليء بانجازات. هلا يمكن انتوا عم تلاحظوا انه يمكن انا هلا عم بمدح على مودي، بس هذا الشيء مودي فرض على انه عم بيعطينا الشغل تراث، شغل متعوب عليه، هالفلاتر يعني هالشغل البسيط الحلو، وهالشيء جديد على تاريخ مودي، تكليباته القديمه هالشيء جديد، هالاسلوب هالستايل جديد عليه. فلهون بكون وصلنا لنهايه الفيديو اصدقائي، اذا انتوا جداد بالقناه بتمنى انكم تنزلوا لتحت تشتركوا بالقناه تحطونا لايك، تعطونا كومنت حلو، تعطونا رايك بفيديو الكليب اللي عامله مودي العربي بكلماته بالغنيه بشكل عام، تعطونا رايكم فيه. بتمنى من كلنا يكونوا حياديين، اوكي نعطي راينا نستمتع، هل نحن عم نستمتع؟ بدي اشوف رايكم بالكومنتات تحت اصدقائي. كان معكم اخوكم التونه من قناه التونه، في امان الله.